السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله. في فيديو جديد، قبل أن أبدأ الفيديو أصدقائي لا تبخلوا علي بالاشتراك عبر النقر على سابوني وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد على قناتي، ولا تبخل علي باللايك إذا أعجبك الفيديو. اليوم أصدقائي الكرام سوف أشارك معكم أفضل 10 مواقع بديلة للأدسنس. إذا لم تجد بديل في هذه المواقع فأنصحك باعتزال مجال الربح من الانترنت. حقيقة لا يوجد بديل لأديسنس حاليا، لكن هذه المواقع التي سوف أقدمها لك أنا اليوم يتم استخدامها في أفضل مواقع اختصار الروابط، ويتم استخدامها في أفضل المواقع الأجنبية أيضا. كل ما لم أقم باحتسابهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مواقع كما تشاهدون، 10 مواقع. سوف أريكم إثبات أيضا أنه يتم استعمالها في أفضل المواقع الاختصار الروابط وأفضل مواقع لبث مباريات كرة القدم، سوف أريكم ذلك مع الإثبات. لكن لم أتطرق لطريقة التسجيل وطريقة وضع الإعلانات، لأن هناك العديد من الشروحات في اليوتيوب حول هذه المواقع الإعلانية. هناك العديد من الشروحات، فقط تقوم بكتابة اسم الموقع وتقوم بكتابة شرح موقع كذا كذا، وسوف تجد العديد من الشروحات حول طريقة التسجيل وطريقة وضع أخف الإعلان قلت الإعلاني ووضعه على مدونتك. أنا سوف أعطيكم لمحة بسيطة على الموقع، وأنت كما قلت لكم تبحث على طريقة التسجيل سهلة جدا صديقي الكريم، لم يتطلب منك فقط إيميل واسمك واللقب وباسورد على كل موقع، كل موقع وكيف يتم القبول فيه، سوف أريكم ذلك. أولا نبدأ مع أول موقع. أول موقع، إذا كانت لديك مدونة أجنبية فأنصحك بهذا الموقع، ميديانيت. هذا الموقع تابع لشركة ياهو وبينج. نعم صديقي الكريم، تابع لشركة ياهو. هذا الموقع كما تشاهدون موقع عالمي، يقبل فقط المواقع الأجنبية. إذا كانت لديك مدونة أجنبية فأنصحك بتجربة ميديانيت. تقوم بالنقر على ساين أب هنا. كما تشاهدون، وتقوم بإضافة الموقع الخاص بك ورقم الهاتف، وعفوا تقوم بإضافة المدونة الخاصة بك هنا، رابط المدونة يور ويبسايت كما تشاهدون، وتقوم بإضافة رقم الهاتف عفوا، وتقوم بإضافة الإيميل الخاص بك ثم تنقر على هنا، وسوف يتم إجابتك في غضون 3 أيام عندما يتم قبول موقعك أو يتم رفضه على الإيميل الخاص بك. كما تشاهدون الموقع الموالي هو موقع ياليكس، كما تشاهدون موقع ياليكس، كما تشاهدون هذا الموقع يتم استعماله في موقع كما تشاهدون يتم استعماله في موقع جيتس يو ار ال. من لا يعرف موقع جيتس يو ار ال، الموقع اختصار الروابط العالمي، كما تشاهدون يتم استعمال كما تشاهدون هذا الاعلان كما تشاهدون خاص بهذا الموقع. كما تشاهدون يدفع عبر البيتكوين، ويدفع عبر الباي بال، ويدفع عبر بايونير. هذا الموقع ما زلت لم أشتغل عليه بعد، أنا أفكر في الاشتغال عليه. لدي إعلانات أديسنس على الموقع الخاص بي، لكن سوف أشتغل بهذا الموقع على موقع بث المباريات الخاصة بي، لأن كما تعلمون أن موقع البث المباشر لمباريات كرة القدم لا يتم قبولها من أديسنس، لذلك سوف أقوم بالاشتغال ربما على هذا الموقع أو موقع آخر. كما تشاهدون كما قلت لكم جوتس يو ار ال يستعمل هذا الموقع، كما تشاهدون ها هو الإعلان الخاص به. كما تشاهدون هناك العديد من يرسل لي رسائل على الفيسبوك عفوا، ويقول لي أريد أن أشتغل على أديسنس بمواقع الأفلام أو مواقع بث مباريات كرة القدم، لكن صديقي عفوا لم يتم قبولك بموقع أفلام. حتى إذا تم قبولك سوف يتم إما
حظر الإعلانات على موقعك أو سوف يتم غلق لك حسابك في أديسنس، لذلك لا أنصحك بذلك، لأن الأفلام ومباريات كرة القدم بها حقوق طبع ونشر. لذلك استعمل بديل لأديسنس كما تشاهدون. الموقع الثالث كما تشاهدون اسمه زوار. هذا الموقع هو خاص بالمصريين كما تشاهد، ليس بالمصريين، يمكنك الاشتغال عليه إذا كنت من الجزائر أو من تونس أو من العراق، من أي بلد يمكنك الاشتغال على موقع زوار. هو موقع يهتم كما تشاهدون بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما تشاهدون. هو موقع عربي لأشخاص من دولة مصر كما تشاهدون. إذا كنت من مصر يدفع على يدفع ما هو العمل يدفع على فودافون كاش، يدفع على فودافون كاش للمصريين، ويدفع أيضا على الباي بال إذا كان لديك باي بال. هناك العديد من الشروحات حول هذا الموقع في اليوتيوب كما قلت لكم. فقط تكتب اسم الموقع وشرح موقع زوار كما تشاهدون، وتقوم كتابته في اليوتيوب، وسوف تجد العديد من الشروحات حول ذلك الموقع. الموقع الموالي هو إذا كنت تريد جمع البيتكوين. هذا الموقع يدفع فقط عبر البيتكوين كما تشاهدون. هو آدس كما تشاهدون، يدفع عبر البيتكوين فقط. طريقة التسجيل وأخذ الكود الإعلاني سهلة جدا، وهناك العديد من الشروحات حول طريقة التسجيل في هذا الموقع، يمكنك التطرق له إذا كنت تريد جمع العملة البيتكوين. يدفع فقط عبر عملة البيتكوين كما قلت لكم. إذا كنت تريد الاشتغال عليه، ما عليك فقط التسجيل عبر ساين أب. إذا كنت لا تعرف طريقة التسجيل وأخذ كود الإعلاني، فقط تقوم بكتابة اسم الموقع كما تشاهدون، وتكتب شرح لاسم الموقع، وسوف تجده على اليوتيوب كما تشاهدون. الموقع الموالي هو أدكاش. أدكاش أيضا موقع رائع كما تشاهدون، لكن على كما تشاهدون هذه المواقع يتم قبولك ميديا نت، يتم مراجعة الطلب الخاص بك. يا أليكسا لا يتم مراجعة الطلب الخاص بك، فقط يتم قبولك مباشرة. موقع زوار أيضا يتم قبولك مباشرة. هنا ادس ايضا يتم قبولك مباشرة، لكن ادكاش كما تشاهدون لا يتم قبولك مباشرة، يتم مراجعة طلبك بعد 24 ساعة. يتم الموافقة على موقعك ويعطيك الاعلانات وتقوم باضافتها في الموقع الخاص بك. ايضا موقع رائع، وحقيقة موقع قمت بتجربته سابقا، وموقع رائع تقريبا قريب لأديسنس، لكن لا يوجد، حتى لا أكذب عليكم، لا يوجد أفضل من أديسنس. لكن أدكاش أيضا موقع رائع، ويمكنكم تجربته، ويمكنكم البحث على اليوتيوب كما قلت لكم عن شرح أدكاش عفوا، وتكتب أدكاش شرح أدكاش، وسوف تجد العديد من الشروحات حول هذا الموقع وطريقة التسجيل وطريقة العمل عليه. كما تشاهدون بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى موقع بروبلال أدس. ومن منكم لا يعرف موقع بروبلال أدس؟ أفضل موقع للإعلانات المنبثقة، يتم استعماله في موقع في هذا الموقع. هذا الموقع هو أفضل موقع اختصار روابط حاليا. هذا الموقع قمت بشرحه في قناتي كما تشاهدون. هذا هو الشرح كما تشاهدون، أفضل موقع اكتسار روابط. هذا هو عندما تنقل على أي شيء كما تشاهدون سوف يوجهك إلى إعلان كما تشاهدون. هو يستعمل بروبلت أدس كما تشاهدون، أو يستعمل بوب كاش كما تشاهدون، لكن أظن أنه لا أظن أنه يستعمل بروبلت أدس، لأنني رأيت العديد من الإعلانات الخاصة ببروبلت أدس أحيانا تظهر على الموقع الخاص به. بروبلت أدس أيضا موقع رائع، وأقل أقل 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 حد أن السحب هو $25 على قمت باستخدامه في السابق، وقمت بسحب منه $25. أقل قيمة قلت لكم
حد أدنى للسحب هو 25 دولار على هذا الموقع، يدفع عبر بايونير وعبر الباي بال كما تشاهدون. هذا الموقع يمكنكم أفضل موقع هو يستعملونها في بث المباريات كرة القدم، الإعلانات المنبثقة يستعملون هذا الموقع بروبلد آرتس كما تشاهدون. إذا كان لديك موقع لا أنصحك، موقع مثلا كالموقع الخاص بي، لا أنصحكم بإجعاز، أن كيف سوف أقولها لكم، لا تجعز الناس كما تشاهدون. الموقع الخاص بي أستعمل أديسنس حتى لا أجعز الناس، مثلا لا أريد أن أقلق الناس بالإعلانات المنبثقة التي تظهر في مواقع البث مباريات كرة القدم كما تشاهدون. عندما أدخل إلى أي موقع لبث مباريات كرة القدم كما تشاهدون، سوف يظهر لي إعلان منبثق كما تشاهدون. مثلا ندخل إلى أي مباراة، لا يوجد الآن كما تشاهدون، لا يوجد إعلانات حاليا. يوم السبت والأحد دائما يوجد إعلانات منبثقة في هذا الموقع التابعة لبروبرت آرتس كما تشاهدون. الموقع الموالي هو بوبكاش. بوبكاش أيضا هو موقع للإعلانات المنبثقة بوب آد. البوب آد هي يستخدمها بروبرت آرتس، ويمكن أيضا استخدام بانر عادي لبروبلد ادز. ايضا بوب كاش هو افضل موقع للبوب اد. البوب اد كما قلت لكم هي الاعلانات المنبثقة. الاعلانات المنبثقة كما قلت لكم يستعملونها اغلبية مواقع اختصار الروابط، وايضا مواقع البث مباريات كرة القدم. يدفع عبر الباي بال سكريل كما تشاهدون، وأيضا من أفضل المواقع حاليا في الإعلانات. يمكنك استخدامه على موقعك، وأيضا كما تشاهدون كما قلت لكم، إذا كنت لا تريد تعرف طريقة التسجيل، يوجد العديد من الشروحات حول هذا الموقع في اليوتيوب. الموقع الموالي هو هذا الموقع، موقع أجنبي كما تشاهدون يستخدمه أغلبية مواقع اختصار الروابط، يوجد به الإعلانات عفوا. لا أنصحكم باستخدام الإعلانات الإباحية، لأنه يوجد إعلانات إباحية على هذا الموقع كما تشاهدون. لا أنصحكم باستخدام إعلانات إباحية. أكبر المواقع اختصار الروابط يستعملون هذا الموقع. أنا حقيقة رأيت العديد من مواقع اختصار الروابط يستعملون هذا الموقع، مثل موقع هذا الموقع يستخدم هذا الشركة. الآن هو يستخدم كما تشاهدون باي ادز باي هذه الشركة، يستخدم هذه الشركة حاليا كما تشاهدون. عندما يتم إضافة إعلان، أنا أقوم بأخذ اسم الشركة وأقوم بتسجيلها في الحاسوب الخاص بي وأعمل عليها في موقع اختصار الروابط الخاص بي. أنا لا أستطيع أن أشارككم الموقع الخاص بي في اختصار الروابط كما تشاهدون. هذا هو الموقع الذي يستخدمه هذا الموقع كما تشاهدون، هو موقع أجنبي. يمكنك حتى التشات معهم كما تشاهدون عبر المكالمة. هاي فير، I am online here to help you get start. Are you publisher or agent؟ يعني إذا أنت معلن أو لديك شركة يمكنك الاتصال بها والدردشة معها. هاي كما تشاهدون، وتسألها على الشركة وكيف يدفعون لك، وهل يتم قبول موقعك إذا كان عربي أو لا. المهم كما تشاهدون، أنا لم أقم كما قلت لكم استخدمتها فقط على اختصار الروابط الخاص بي، لم أقم بتجربتها على موقع عربي كما تشاهدون. هذه هي الشركة، يمكنك استعمالها، والتسجيل طريقة التسجيل سهلة جدا. تقوم بالنقل على ريجستر فورم ببلشر هنا أنني ناشر كما تشاهدون، وتقوم بإملاء البيانات الخاصة بك كما تشاهدون. الطريقة سهلة جدا، طريقة إملاء البيانات سهلة جدا كما قلت لكم، وأغلبية مواقع اختصار روابط يستعملون هذه الشركة كما قلت لكم. لا أنصحكم باستخدام الإعلانات الإباحية، لأن الأموال أموال حرام سوف تكون، وليس ذلك لم يكون جيد لكم. المهم، الموقع الموالي كما قلت لكم هذا هو الإعلان الخاص به كما تشاهدون. نساء، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما تشاهدون هذا الإعلان المنبثق
الخاص ب كما تشاهدون اعلان الخاص ب هو الاعلان كما تشاهدون الخاص ب بروبلال ارتس كما تشاهدون هذه الشركة. هذا هو الاعلان المنبثق الذي كنت اتحدث عن بروبلال ارتس كما تشاهدون. ها هو الاعلان الخاص ب بروبلال ارتس كما تشاهدون. يستخدمه هذا الموقع اختصار روابط يستخدم بروبلال ارتس كما قلت لكم، ويستخدم هذه الشركة كما قلت لكم. هذا كما تشاهدون شركة أجنبية كما تشاهدون. يدفعون عبر الباي بال، يدفعون عبر السكريل، بايونير كما تشاهدون، ويب موني كما تشاهدون. أغلبية الشركات الكبرى يستخدمون هذا الموقع كما تشاهدون. يتعامل مع ألي أكسبريس كما تشاهدون، ياندكس موني كما تشاهدون. هناك العديد من الشركات التي تستخدم هذا الموقع كما تشاهدون. موقع اختصار روابط يستخدم هذه الشركة كما قلت لكم. نقوم بالنزع هذه الشركة كما تشاهدون. اسم الشركة ها هو، يقوم باستخدام هذا الموقع كما تشاهدون. الموقع الموالي هو كما تشاهدون هذا الموقع، حقيقة أفضل. لماذا تركته في الأخير هذا الموقع؟ لأنه أفضل موقع حاليا أفضل موقع بديل لأديسنس. يدفع عبر الباي بال، ويدفع عبر يدفع عبر الباي بال على ما أعتقد، باي بال فقط، لم أقم بتجربته حاليا، لكنه أفضل شركة إعلانية حاليا. يستعمله جيتس يو ار ال. ما هو، لماذا؟ هذا هو الإعلان كما تشاهدون. هذا هو الإعلان الخاص، كليك هير كما تشاهدون. ها هو الإعلان الخاص به كما تشاهدون. الزائر صديقي الكريم، إذا كان لديك موقع اختصار روابط، الزائر إذا كان شخص لا أريد أن أشتم الناس، لكن إذا كان شخص غبي سوف ينقر هنا، ثم سوف ينقر مباشرة على كليك هير. لم يظن سوف يظن أنه هنا يجب عليه النقر، لكن هنا فاليدي، لازم يجب عليه أن ينقر على فاليدي. إذا كان لا يعرف ما هو اختصار الروابط، سوف ينقر على كليك هير، وسوف تربح أنت من النقرة صديقي الكريم. وهو جيتس يور ال يستخدم هذه الشركة كما تشاهدون. الإعلان الخاص به كما أريت لكم، كليك هير وسوف داونلود كما تشاهدون الإعلان الخاص بهذه الشركة. أصدقائي الكرام كما تشاهدون، إلى هنا وصلنا إلى آخر موقع كما تشاهدون. أعود من الأول، أو كما تشاهدون كما قلت لكم هذه الشركة تستخدمها جيتس يو ار ال كما قلت لكم. هذا الإعلان الخاص بها، هذه الشركة تستخدمها أفضل موقع لاختصار روابط حاليا. هذا الموقع أظن أن الجميع يعرف هذا الموقع كما تشاهدون، أفضل موقع حاليا. يستخدم هذه الشركة، ويستخدم هذه الشركة كما تشاهدون. كما تشاهدون تلك الفتاة قامت بالرد علي كما تشاهدون. يمكنك أن تسألها في الموضوع الخاص بالموقع وطريقة القبول وطريقة الدفع. المهم كما تشاهدون، بوب آد و بروبلال آدز هما الشركتين الأعلى. حتى إذا كنت تريد استخدام النافذة المنبثقة، فأنصحك باستخدام بروبلال آدز أو بوب كاش. الموقع الموالي كما قلت لكم آد كاش، أيضا موقع رائع. الموقع الذي يدفع عبر البيتكوين هنا كما تشاهدون. موقع زوار، الموقع المصري العربي الخاص بالعرب، ليس خاص بالعرب، يمكنك إذا كنت في بلد أجنبي أن تستخدم هذا الموقع. المهم كما ياليكسا كما تشاهدون، كل المواقع ميديا نت. حقيقة لا أعرف هذا الموقع، يتم قبولك مباشرة على هذا الموقع عند التسجيل. يستخدمه جيتس يو ار ال كما قلت لكم، كليك هير كما تشاهدون. الموقع الموالي حقيقة لم أقم بتجربتهم حاليا، قمت بتجربة هذا الموقع على اختصار الروابط. تسألهم إذا كان يتم قبول موقعك مباشرة، أو تنتظر حتى يتم مراجعة الموقع الخاص بك. هنا تقوم بالسؤال.
قبل أن أنهي الفيديو أصدقائي الكرام، كما قلت لكم هناك العديد من الشركات التي تعرض إعلانات إباحية، فأنصحكم بالابتعاد عنها. مثل ليس الابتعاد عنها، يمكنك الاشتغال فقط بالإعلانات الأخرى. يطلب منك مثلا بروبل أرد، سوف يطلب منك إذا كنت تريد الاشتغال بالإعلانات إباحية أو غير إباحية، فأنصحكم بالابتعاد عن الإباحية. أيضا هذا الموقع يعرض عليكم إعلانات إباحية، فأنصحكم بالابتعاد عنها. أنصحكم بالاشتغال على الإعلانات العادية. وأيضا هناك العديد من المواقع الأخرى التي مثلا أدكاش يطلب منكم إعلانات إباحية أو غير إباحية، فأنصحكم بالابتعاد على الإعلانات الإباحية، فأموالها حرام كما يعلم الجميع. إلى هنا أصدقائي الكرام، وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تبخلوا علي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد على قناتي، ولنقر على لايك، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.